من خالد النفناف لخالد عزيز للمحور اليوم، قلت لي مباركات مقفله اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء. تعرف المباراه ثلاث نقاط، يا لا مباراه نهائيه ولا هي اللي بتحدد البطل في الدوري ولا شيء. ادينا مباراه حلوه، كانت مباراه مقفله بين الطرفين. ان شاء الله نكون استمتعتوا انتم فيها. نفسيا لو كنت فزتوا كانت افضل كعامل نفسي، والاتحاد لو فاز كانت اعطوه عامل نفسي افضل. 0-0 عامل نفسي لمين؟ والله مو بلاحة. تعرف انت الحين كم الفرق؟ كم فرق؟ ثلاث نقاط، يعني لسه عندنا 33 نقطة الدور الثاني، يعني مدينا نعوض. يعني لو كسبنا الحين المباراة ثلاث نقاط، ما تدري الله وش كاتبنا الدور الثاني، يمكن نهزم كذا مباراة ويتصدر، يمكن النصر يتصدر. الدوري حيخلص تتوقع في الرياض ولا قبل؟ والله في علم الغيب، بس احنا راح نجتهد كفريق الهلال كأبطال الدوري، راح نجتهد والباقي على الله ان شاء الله. شكرا كابتن خالد.